السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. هذا النهار غادي نبارطاجي معكم عشاء الضياف ديالي، وغادي نبارطاجي معكم وسي لا طابل كيفاش كنحضرها. فكما كتشوفوا الدجاج خرجته البارح في الليل، درت له الحامه ديتو بحال تبارك الله المغاربه كلشي كيعرف هادشي، وهذا شرملته ودرت له الشعريه الصينيه قومتها وداكشي. فهنا غادي ندير له بابي الومنيوم وغادي ندخلو الفران. وبالنسبه للدجاج ما وريتش الطريقه، راه تبارك الله على المغاربه هادشي راه كيعرفوه، فتحنا تعلمنا هادشي مع والدينا. الله يخلي لكم والديكم. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا شديت الخضر باش غادي نزوق الدجاج، قطعتهم على هاد الشكل. هنا عندي الخيزو ولقطته من باطوني هكايا، هنا عندي اللوبيا الخضراء لي زغي كوفير والكورجيت نكرها، وغادي نفورهم. ومنين يفورو غادي نسوطيهم شويه مع شويه زيت البلديه والملحه والبزار، وغادي نقسمهم بالزعتر لوتين. فبالنسبه للسلطه هنا عندي الرز، درت فيه شويه ديال الزيتون، مايس، طون او فرماج ايمونتال وشويه ديال العطريه. هنا عندي الخيزو والبطاطا وشويه ديال المعدنوس. هنا عندي لاسلطه ماروكين. هنا عندي لو شو بلون اي لو شو روج ودرت فيه شويه ديال الزبيب كيجي كيعطي له كو زوين. هنا عندي لي كاروت رابي، درت فيه شويه السكر باش كيعطي كيجي شويه حلو باش كيعطي المذاق. وهنا عندي لي بيتراف مع شويه ديال الاونيون روج. خلاص هنا عندي شويه ديال الكروفيت، هذا كيبقى اختياري او سوريمي، خاص هادشي كيبقى اختياري. وهنا عندي لا سلطه. فهنايا خديت الاناناس خويتها من الداخل وغسلتها مزيان. هنا غادي نعمر بها البطاطا، غادي نعمر بها البطاطا والخيزو. كما كتشوفوا معايا لاصالات كتجي على هاد الشكل، كتجي فريمون رائعه. من التحت فرشت ليها الخس ولاناناس كيف ما كتشوفوا، درت فيها عمرت فيها البطاطا والخيزو. نتمنى هادشي يكون كيبان لكم مزيان. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا قديت لاطابل هذا الشكل، هادي سي بور لابيرو. هنايا كاينه
الصوانيه ديال اتاي المهم حطيت شويه ديال الشيبس وصافي. وبالنسبه لطابل فهنا كما كتشوفوا الا بغيتو تاخذوا فكره قدت لي سيرفيت على هذا الشكل فهناك كما كتشوفوا معايا من بعد ما خرجت التاج ديالي من الفران فهو الصراحه جا فريمون جا زوين فانا خليته طاب على خاطرو ونقصت عليه الفران ابري خصوت ديك الخضره اللي وريتكم وزوقتها كاين ما بين الشنب الصراحه كيجي داكشي خفيف وراكم عارفين مع الخضره تبارك الله راها صحيه كما قلت لكم صوتيتها مع شويه ديال الزيت البلديه الخضراء وشويه ديال لوتان كيعطي كو زوين ودات ليها شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار سمحوا لي الا سمعتوا شويه ديال الصداع راكم عارفين الوليدات الخضره ديالي ستفتها في الشنب ديال الدجاج بقي هنا غادي نشد الشاريه اللي بقات لي من اللي عمرت الدجاج بقات لي شويه غادي نحطها كي في الشنب خلاص بالنسبه للتسمير خديت الحامض مصير سيترون كونفي قطعته هكا كان على هذا الشكل وزينت من فوق هكا الدجاج داكشي جا زوين وجا سامبل Comme ça, on va t'arranger. Tu me fais ta mousse comme ça, tu m'as lancé. Bé, bé. Aka, hao. Kara.